أن نبدأ في حوار نذكر السادة المشاهدين، ونتيجة لإجابة على عديد الاستفسارات تم تعطيل صفحة الزيتونة فيها أكثر من مليون تقريب متابع للأسف الشديد. يحصل هذا بعد غلق صفحة حصاد 24، هذا لعقوبات متواصلة. نحن ساعون في معالجة هذه الصعوبات، هذا بالإضافة طبعا إلى عقوبات سابقة من قبل الفيسبوك، طبعا تنضاف إلى جملة التعطيلات، الشيء الذي جعل ليس من الصعب ولكن انعدم العمل لما تبقى من فريقنا الصحفي ولشركة الإنتاج المتعاونة مع قناة الزيتونة ومع غيرها من القنوات في تونس. هذه هي ظروف العمل في حصاد 24، ولكن رغم ذلك مصرون على مواصلة إيصال صورتنا لكل متابعينا داخل تونس وخارجها، ونجدد شكرنا على دعمكم المتواصل، ونلفت انتباهكم الآن يصلكم بعض البث، لأنه بحكم عقوبات الفيسبوك إشارات بداية بث حصاد 24 لا تصل إلا إلى نزر قليل من متابعينا المحترمين. نواصل له الآن، تصلكم صورة وشاشة الزيتونة وحصاد 24 انطلاقا من صفحة ضد التيار تقريبا فيها 300 ألف، ولذلك نهيب بكل مشاهدينا ومتابعي قناة الزيتونة ومتابعي حصاد 24 يتابعونا ويعاونونا في عبر إيصال ونشر ما يريد من صفحة ضد التيار. خليني نبدأ إذن مع الأستاذ المحامي الناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية، ونأتي على حدثين مهمين أثار حفيظة الرأي العام وكل متابعين دين المسار الانتخابي، وأنتم أحد الجمعيات المتابعة هذا المسار الانتخابي. سهو الهيئة الانتخابية عن نشر القرار الترتيبي عدد 25 الصادر في 16 سبتمبر 2022 متعلق بقواعد الترشح وشروطه للانتخابات التشريعية انتخابات 17 ديسمبر بالرائد الرسمي. أستاذ ناصر، أي تبعات قانونية وأي مصداقية متبقية لهذه الانتخابية؟ ولكن قبل ذلك أحطنا وأحط السادة المشاهدين بما هذا السهو الذي قامت به هذه الهيئة الانتخابية المنصبة من قبل سلطة سعيد. شكرا أخي الكريم. صحيح وأنه هيئة الانتخابات اللي هي أصدرت قراراتها 363، معناها قرار رفض لقبول الترشحات اللي هي امتدت من 17 إلى 27 أكتوبر، وتم الطعن فيها اللي هي كانت لمدة يومين، ومن خلال 12 دائرة ابتدائية جهوية المتفرعة عن المحكمة الابتدائية و18 الابتدائية الإدارية و18 دائرة في العاصمة، تم في صفاقس اقرار معناها الطلب نتاع الطعن، معناها قبول طعن المترشح اللي تم رفض القبول الترشح نتاعو على اساس وانه القرار عدد 25 الصادر في 26 سبتمبر متعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات التشريعيه ما تمش تنزيله في الرائد الرسمي، ونحن نعرفوا انه اي قرار ترتيبي او قانون ما يصبح نافذ كان ما يكون صادر في الرائد الرسمي، وهذا السهو من طرف الهيئة الحقيقة اللي هو غير مبرر، خاصة وأنه الهيئة منذ 2011 ثم منذ 2014 أصبحت يعني معناها عندها ممارسة في العملية الانتخابية وعندها الولاية الكاملة على العملية الانتخابية، والأصل فيها أن أصبحت محترفة في المجال هذا، ولكن غير مفهوم كيف لهيئة الانتخابات أن تسهو على نشر هذا القرار المهم والمهم جدا اللي حدد العملية الانتخابية برمتها، كيف لها أن تسهو بتنزيلها في الرائد الرسمي. حقيقة الهيئة تقريبا ردت اليوم على هذا ربما السهو، وقالت أنها غير مسؤولة على تنزيله باعتبارها وأن الحكومة هي التي تأذن بالنشر في الرائد الرسمي، ولكن يبقى هذا أنه بدون متابعتها لقرارها هذا في كل الحالات يعتبر تقصيرا من طرف الهيئة، خاصة
وأنه التبعات يمكن أنه يتم إبطال جميع الترشحات، خاصة وأنه لفقدان السند القانوني، لفقدان أنه هذا القرار الترتيبي ضرورة أن يصبح نافذا بوروده بالرائد الرسمي، ولكن هذا يعود على أن الهيئة حقيقة ما عادش الهيئة اللي نعرفوها اللي هي كانت هيئة محترفة، وكانت حتى زيارات من الأشقاء والدول العربية والإفريقية ومعناها ويجوا لتونس من أجل هيئة حازت على ثقة متاحة. ثقة الأطراف الدولية والمنتظم الدولي ومصداقيته.